طب رجالة، صباح الفل يا رجالة، عاملين ايه؟ النهاردة عايزين نفتح مع بعض باكج الوقت الاضافي ونشوف ايه دنيته وايه حلوياته، ويا رب يطلع لنا حد حلو، لان احنا ما بيطلع لناش حد حلو خالص، وبعدين احنا فاتحين متأخر قوي، فما اظنش ان احنا هيطلع لنا حد. يا رب بس الدنيا تسلك. المهم اللي مش علينا لايك يعمل لايك، اللي مش مشترك في القناة كده يشترك ويولع معانا الحكة. والله العظيم هعمل فيديوهات هذا على الهوا قريب يا جدعان، يعني شغال على فيديو والله، ان شاء الله خير هنرجع ونظبط. يا رب استر استر يا رب. مش عارف، حاسس في، يعني حاسس ان في حد حلو، يعني انا حاسس ان في حد حلو، بس هو يعني بنسبة كبيرة هو روديجر، يعني هو روديجر عشان اوفر 98، فتقريبا ده يعتبر اعلى حد موجود معانا النهاردة. فبشكل عام كويس 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 يا رب، بس كده الفيس كام تظبط. ماشي، يلا بينا يلا بينا نستلم روديجر يا عم. كويس كويس، حتى عشان نبيعه ونستفيد بفلوسه، لان الواحد نزلناها معاه العملية وعايز فلوس. خلصانة يا عم روديجر، خلصانة. ايه طيب، فين طيب فين روديجر يا جدعان؟ ايه ده، ماله كده؟ اختفى اختفى والله، اختفى تماما. فيفا يعني، يا فيفا اللي انتوا تشوفوه، اوعوا تكونوا بس ايه ضيعتوه عليا، يعني اوعوا تكونوا ضيعتوه عليا ب 37 مليون. اوه حلو ده، ماشي نبيعه ب 39. انا فل يا عم، انا مرضي انا مرضي، انا كهادي مرضي تمام. معانا 40 مليون، ال 40 مليون دول يقدروا يخلونا نشتري رافائيل لياو. رافائيل لياو جينيولا ده ايه نظامه يا جدعان؟ كنت عايز اوريكم حاجة كده غريبة ومريبة وعجيبة، يعني كنت عايز اوريكم حاجة غريبة ومريبة وعجيبة والله في السوق، حاجة مريبة وغريبة وعجيبة. اتفضل يا حبيب اخوك، اتفضل بس يا حبيب اخوك. بص استنى، هو فين ولاد ابن المرة؟ بص يا جدعان، ادي نسخة امبابي اهي، اهي النسخة الأولانية ب 275 مليون. بصوا النسخة اللي بعديها ب 248، يعني النسخة الأحسن أرخص بكتير من النسخة الأولانية. حد واخد لباله؟ يعني ده برشام، ده برشام، عشان في الآخر لما أقول لكم اللعبة من سكريبت ما حدش يتكلم. بصوا يا جدعان، دي النسخة الأولانية ب 275 مليون. بصوا النسخة دي، النسخة دي ب 270 مليون، النسخة الحمراء. يعني أنت ممكن بدل ما أنت تشتري النسخة الأولى، في ناس طالباها أنا مش عارف ليه، ممكن بدل ما تشتري النسخه تشتري النسخه الحمراء يا باشا. فانا مش عارف ايه البرشام. ماذا تتعاطون يا اي سبورت؟ ماذا تتعاطون في الشركه؟ ماذا؟ وده ب 800 مليون يا جدعان، افضل مهاجم في اللعبه بصراحه، بلا منازع بلا منازع والله. يعني انت جامد يا حاج، انت اسطوري فشخ تمام. فانا يعني ايه، الناس طبعا احنا بنفكر مع بعض، مجرد تفكير ان احنا نبيع مبابي ونبيع صلاح، لان ايه ده 48 ماشي، ده معقول شوية، ده معقول شوية. هنخش نلعب دلوقتي ونطرشم الدنيا، نخش نلعب ونطرشم الدنيا ونشوف الاجواء ايه نظامها. ويعتبر هو اقوى، يعني يعتبر امبابي اللي معايا ده من اقوى المهاجمين، يعني حرفيا من اقوى المهاجمين. انا مش عايز ابيعه والله، انا مش عايز ابيعه، بس مش عارف ايه البرشيام اللي حصل امبارح. بس انتوا تكتبوا لي في الكومنتات ان كل حد جاله لعيب حلو حصل مع نفس الحوار اللي حصل معايا، يعني هل ده حقيقي؟ يعني احنا بينا بننجم، احنا بينا بننجم يا جدعان، وبنقول حاجات غريبة عشان خاطر جالي لعيب حلو فخلاص اخسر؟ ايه الحلويات دي يا جدعان؟ ايه الترشميات في فيفا يا جدعان؟ حاسس ان انا لسه مش فاق، ربنا يستر. حبيب اخوك حبيب اخوك حبيب اخوك، بس نعمل، عايزين نعمل بس كده عشان نلعب براحتنا. استر. طب هو انت مستفز ولا صاحب ولا ايه الدنيا؟ ربنا يستر وما يكونش مستفز، بس المشاريع اللي بعتها ومشاريع مستفزة. اف طب ايه، طب يا صاحبي امسك امسك. كويس كويس كويس، يا رب نلعب كويس. ماشي يا ظاهرة يا ظاهرة، الواد بيباصي تاتش على فكرة، الواد بيباص تاتش، عاش دفاع عاش دفاع، بس الواد حاسه بيباص تاتش، حاسه هيجيب هدف. ليه كده ليه كده؟ امسك. الحمد لله الحمد لله طلعت بره، مش طالبه بضان خالص والله، ما طالبه بضان. قفل بقى ديونج. ايه ده ايه ده ايه ده، ازاي الكرة اتاخدت مني كده؟ هدف يا دي البضان، والله العظيم قسما بالله. يعني بصوا
الواحد ما بيلحقش ياخد نفسه ويلاقي الاهداف بتيجي بسهولة كده. تدافع مهما تدافع هتيجي، هيجي الهدف بسهولة يعني هيجي. طيب ماشي، ركز يا هادي. يلا راشفورد، شايفين يا جدعان عمل المهارة ازاي يا جدعان؟ عشان بس نتكلم بس شوية بس كده عشان يعني ايه. طيب شايفين واخدين بالكم كده لما عملت المهارة يا جدعان؟ ساب الكورة لورا، مفيش حد عليه أصلا يا جدعان. الجيم بلاي بايظ والله العظيم، تلاتة الجيم بلاي بايظ، احنا معذورين يا رجالة والله. الجيم بلاي بايظ والله، ده مش لعبنا يا جدعان ولا ده أداءنا. عاشر يا لوسيو، جيم بلاي خربان خربان خربان، صلحوه يخرب بيت ابوكو، صلحوه صلحوه. استر، تعبان تعبان كده، وحاسس ان انا ايه من نار للنار على طول. يلا يا عم ديونج قفل، يلا يدي الماتيوس، يدي الماتيوس، يدي لصلاح، امبابي ولا يهمك ولا يهمك. طب ايه ده يعني؟ هو معلش انا خدت بالي ان فرومبونج طير طير راشفورد معاه، يعني هو مش طير الكورة مرة، طير راشفورد شخصيا. رفعت صلاح زي الخرا وبسطه زي الخرا، احنا عارفين. بس يا حبيب اخوك والله يعني هي المباراة لذيذة بشكل عام، بس يعني أنا حاسس أشعر منها ببعض الهجوم. الدفاع بيضان قوي في اللعبة بصراحة، يعني هما جم يصلحوا الدفاع بوظوه بجد، بيضان قوي باللعيبة. البدني حلو زي البدني وحش زي كل حاجة كده، يعني الدفاع بقى سهل قوي. عارفين حاسس ان انا بلعب بيس مثلا. ليه ده؟ نقفل يا صاحبي، بس امسك تمسك جد هناك. راشفورد، مبابي، المفروض ان الظاهرة يطير بقى، المفروض ان الظاهرة يطير. عاشة ظاهرة، اسكحاله عشان ده ايه، اسكحاله اسكحاله. لا عاش، انا مش مرتاح في الجيم بلاي ده، انا حاسس في تغيرات حصلت في الجيم بلاي في الدفاع. بنعرف ندافع اسهل من الاول بكتير، وبالتالي احنا مش عارفين نهاجم. يعني انا مقابلاني المشكله دي قوي بصراحه، وحاسس اللعيبه بتضعف او في حاجه خرا الواحد مش فاهمها. بس الحمد لله ان الماتش خلص بدل ما الواد ايه يجليتش ولا حاجه. بس الحمد لله ان احنا فزنا، يعني مش تعادلنا الحمد لله، مش طالبه بضان خالص، عملنا مش طالبه بضان، احنا ما بنعملش حاجه ان احنا بنتعادل اساسا، فده شيء كويس. طيب يلا بينا نخش المباراه التانيه. شوف الدنيا ترسى على ايه، والتشكيله بقت بتعطلانه بجد، بقت عطلانه. ماشي، داخلين ضد فينوم، اوفر 102 بيلعب بلبس فرنسا، ولعنا يابا معاه كوندي زينا، ومعاه دوناروما 15 رانك، بالك وزيدان، قشطة قشطة، خلصانة يابا خلصانة يابا. يلا 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 بينا، العب يلا العب. ماشي، ما زلنا طايرين بالظاهرة، الظاهرة لوحده هو اللي بيطير. عاش يلا يا لوسي،
يلا راشفورد، الماتشات كلها يا جدعان بقت صعبة أوي بصراحة. يلا راشفورد يخرب بيتك، حلوة المهارة والتكتيك والدخول. أيوة كده عم مبابي، أيوة كده عم مبابي، ارجع ارجع حبيب أخوك، ارجع حبيب أخوك. ده أنت أول نسخة منك أغلى من النسخة اللي هي فيها 5 رنكات، مش عارف إزاي، بس حاجة غريبة ومريبة. عاش عاش يا مبابي، عاش والله العظيم، حاجة غريبة يا جدعان والله. صح، النسخة الأولانية من مبابي أغلى من النسخة اللي هي الـ5 رنكات، أغلى بـ5 مليون. طب ليه كده؟ شايفين الدفاع يعني سبحان الله، الدفاع بقى أسهل بس الهجوم بقى صعب أوي. يعني أنت عشان تهاجم حلو. يلا ابو الصلح اجري اجري، خش يا ابو الصلح. واه مندي، شايفين الدفاع بقى سهل قوي يعني. كانت زمان دي ما تحصلش خالص مع واحد زي صلاح بالذات، عشان البدن بتاعه حلو. لا مندي جاله من وراه سكعه وخد منه الكوره بسهوله. يا لوسي ما انت قطعتها، قطعتها عبس، اديني في العبس، امسك. عاش يا تشيك، حكت عليه. عاش والنبي، مش طالبه مش طالبه، انا من امبارح بتيجي فيها عرضيات وفاولات، والنبي كفايه يا فيفا بجد. يخرب بيت ابوكم، دفاع بميه يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، خليتوا المدافعين كلها اقوياء ليه كده يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، حرام عليكم. ده الكرة، أي حد بيلمس الكرة كده الدفاع بيخلق. وليه نفضل، ليه نفضل نباع بعض في الجيم بلاي؟ ما انتوا بتخلوه حلو وساعات خلوه دايما حلو يعني، خلاص ليه، ليه نبعبع؟ بس تقريبا عشان اف سي 25 هتنزل قريب، فهو قال لك ابعبع لك دي عشان بعد كده لما انزل لك التانية انزلها هي هي واقول لهم ان انا صلحت الاخطاء، فبقى حدثت كده. عبط احنا بقى، فاهم؟ عبط، بتضحكوا عليا انا يا ولاد ال، يا ولاد ال، عشان نفسي 25 نازلة، فراح قال لك ايه؟ قال لك اخرب لك الدنيا، قال لك اخرب لك الدنيا دلوقتي، بحيث لما انزل لك الجيم بلاي الجديد ويكون حلو ورايق الناس تفضل تتكلم عنه. يا ابن اللي طبعا انت عشان بتلعبوا علينا نفسيا، تبوظوا لنا لعبة. ماشي انا والله، بص يعني حاولت والله، حاولت حاول يا صاحبي والله. ماشي حلو، احنا قفلنا على الواد. طيب قفلت قفلت قفلت، حلو قوي. انا ماشي، خد يلا راشفورد، يلا راشفورد. ماشي ماشي، كويس كويس، لحد دلوقتي بنلعب كويس قوي، لحد دلوقتي بنلعب كويس قوي. كانت ياض يا ابن الكلب. التشكيلة يعني، التشكيلة دلوقتي بتلعب غير امبارح خالص، سرعة وأداء، ويعني بتلعب غير امبارح خالص يا جدعان والله. بص يا جدعان امبابي، بص براوغ بيه سريع ازاي يا جدعان، غير امبارح خالص والله. هو انا هخسر دلوقتي واتعادل واتشال؟ عاش ياض يا بلان، يخرب بيتك، الدفاع غير امبارح، الهجوم غير امبارح، كل يوم بحالة. بت الكلب لعبة، بت كلب توكسيك، وعمالين نلعبها احنا لعبة بت كلب توكسيك والله. اه يا بت اللذينة، يا بت اللذينة، يا بت اللذينة، حرام عليك يا نفسينا، حرام عليك. خش مباراة كمان، خدنا 11 ألف، كويس. أول مباراة تعادل، تاني مباراة فوز، فده شيء كويس، ده يدل على إن السكريبت أستر، أستر يا رب. مش طالبة معانا صياح والله، في فافات فافات. ماشي، 1,071,000، خلصانة يابا، خلصانة يابا. مع فينيسيوس جونيور، مع مبابي،
بيلعب تقريبا بتشكيلة ريال مدريد تقريبا، يعني بيلعب بتشكيلة كلها أغلبها التشكيلة المدريد. أنا شايف إدر ميليتاو وشايف فينيسيوس وشايف مبابي رودريجو مش عارف ايه ده. تشكيلة ريال مدريد ده يا صاحبي يا ابن الشر ليه؟ بيلعب جريتش سنترا ونجح فيه سبحان الله، نجح فيه. طب يا صلاح يا صلاح، احنا لينا هدف عند الواد ده، عايزين نجيبه بس. يلا ابلع كده ونحتفل كده على الرايق، تمام، وان شاء الله ان شاء الله نفوز المباراة، وان شاء الله نعمل معاك قبضة البابا عشان دي اشكال زبالة نعملها، بس دفاع عشان الواد كده هيرده دلوقتي، كده هيرده. اشكال زبالة اشكال زبالة، اشكال معفنة، اشكال مقرفة، اشكال مقرفه، اشكال ملهاش فيها، ما يعرفوش يلعبوا يا جدعان، معذورين، فبيضطروا يعملوا جليتشات سنتر وحاجات زي كده، والله معذورين بجد. قفل على ابن المره اللي اسمه فينيسيوس. يا عم عاش يا عم، يا عم عاش يا عم، اللعبه بايظه يابا، يابا يلا يابا، يابا يلا، بايظه هاكات وبايظه جيم بلاي يابا، احنا مش معترفين بيها، مش معترفين بيها كلعبه والله. والله ما معترفين بيها كلعبة يا جدعان، ده قرف، أقسم بالله قرف، ميتين أهلك لعبة مستر. قفل طب ايه ده؟ هدفين جاليتش سنترة وهدف من نص الملعب، باور شوت غريب عجيب مريب، دخلوا ما شاء الله ما شاء الله. لا لا جامد حقيقي جامد، هنيئا لك، هنيئا لك انت واللعبة يعني، بص هنيئا لك والله العظيم، هنيئا لك. انا قرفان بصراحة، بصراحة قرفان، عايز اسيب له المباراة وعايز اقفل واسيبه يلعب لوحده كده زي الكلب بصراحة يعني. واد بضين اصلا، ما اقسم بالله ما يعرف يلعب والله، بس اللعبه دي خلته يلعب يعني للاسف، معلش والله يا جدعان والله العظيم، يعني هو ما بيعرفش يلعب بس اللعبه خلته يجيب 3 اهداف حرفيا ما لهمش مسمى بجد يعني. بصوا شايفين، بصوا اتفرجوا على فرق الاهداف بتاعتي وبتاعته والله العظيم، وشوفوا وشوفوا الدنيا عامله ازاي يا جدعان، الدنيا غريبه يا جدعان والله العظيم، اقسم بالله الدنيا غريبة والله، لعبة لعبة تجيب القهر يا جدعان والله، بتجهر الواحد والله، لو واحد كبير كده في السن تجهره والله العظيم بالخرا اللي فيها ده يعني. ايه ده الواد جايب هدفين جليتش سنتر، اتفو على اشكالك الوسخ والله العظيم يا اخي. ففات جال عمره ما هنساك ففات، ده انت مقرف، اطلع يا اطلع يا، يمكن يضرب معانا احنا كمان، قرر يبطل رونالدو الظاهرة لما الكرة دخلت على فاندر سار، قال لك احتمال ما جابهاش، يخرب بيت ابوكو على معفنة والله العظيم. قفل طيب قفل، ما تقوليش ضربة جزاء بقى وقرف. ايوه الواد ده والله العظيم انا هفشخه، مش قصدي خالص لده، كان قصدي اصلا الباصة اللي جنبي لديونج، كان هياخدها ياخد ارتو خلاص على كده خلصت. يلا عاش، احسن انه ما جابهاش المعفن، احسن انه ما جابهاش المعفن والله العظيم. يا اخي ميتين اللعبة اللي عملت اكراج الياض،
كده كده مش راجل ياض، ولا لعبة هتعملك ولا حاجة. اللعبة اللي تفوز واحد زيك يا اخي، واحد زيك ما بيعرفش يلعب، ما بيعرفش يدافع، ما بيعرفش يهاجم. اللعبة اللي تفوز واحد زيك دي لعبة حقيرة يا اسطى. انا عايزكم تكتبوا في الكومنتات، هل انتوا شايفين ان الواد ده يستحق الفوز؟ يعني هل شايفين ان الواد ده يستحق الفوز، والفرق بين اهدافي واهدافه، واللعبه ليه تعمل كده؟ يعني عارفين اللي هو الهدفين ينزلوا بالظبط على فينيسيو جونيور يجيبهم، والهدف الثالث الواد ده سبار شوت بالغلط راح دخل. يعني المفروض ان ده مش سكريبت، او المفروض ان يا سيدي سيبك من سكريبت، سيبك من كلمه سكريبت، هل دي اهداف عاديه انها تدخل؟ يعني ده طبيعي؟ اكيد ده في شيء غلط في الجيم بلاي. يعني حتى الباور شوت اللي ضربه بلينجهام ودخل في تشيك، ده في حاجه غلط. الرفعات اللي بتوصل مخصوص لفينيسيوس جونيور، وراح الاقي بلان واقف عبيط كده وشاف الكوره راح مرفوعه، ما ده غلط. ده اسمه عبث في الجيم بلاي. المهاره اللي انا كنت بعملها حالا، مره واحده كده اللاعب راح عمل المهاره على رجله كده، على الهواء، على الهواء والكوره ورا. كل ده غلط يا جدعان. نقفل على كده ونتقابل تاني بالليل بس، تمام؟ نلعب كده شوية جيم بلاي بالليل تاني، و سلام يا رجالة.